مرحب احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير كرات البسكوت. عنا بسكوت اوريو وبسكوت الشاي. كنت عم نعمل بسكوتات وقلت من الافضل نعملهم مع بعض. كمان عندي بندق، ممكن نستعمل بدون البندق لوز او فستق، اي شيء متوفر عندكم ما في اي مشكله. حليب، ملعقه صغيره كاكاو. لنبلش الطريقة مع بعض. قبل ما نبلش الطريقة بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكرا كتير كتير للمشاهدين والمشتركين بصفحتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نعمل أول شي البسكوتات. طريقتهم كتير سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير. كمان بحط الكاكاو. بسم الله. بدي اقلل شوي عشان ينطحنوا اسرع معي. هيك صار في مجال للخلاط. بعد ما طحنتهم رح احط الكمية الثانية، بحطهم بالجاط. صاروا عنا مثل البودرة، واذا بقي عنا شقف برجع بحطهم بالبسكوتات. بعد في بسكوتي بحطها مع البسكوتات اللي بدي ارجع نعمهم. كمان بنعم هولي نفس الشيء. انتهينا من تنعيم البسكوتات، بحطهم بالجاط مع بعض. شو بعمل بعد ما نعمت البسكوتات؟ بحط شوي شوي حليب وبخلطهم مع بعض، ما بحط الكمية كلها. انا بدي يطلع عندي عجينة متماسكة. حطيت ملعقتين طعام حليب، هلأ بخلطهم مع بعض ليصير عندي عجينة متماسكة. كمان بحط بعد ملعقتين طعام. رح حط شوية صغيرة هيل، بيعطي كتير الهيل نكهة طيبة بالحلويات. برجع بخلطهم مع بعض. شفتوا كيف عم حط شوية شوية من الحليب عشان ما تطلع عندي العجينة رخوة. إذا طلع عندكم عجينة رخوة بترجعوا بتحطوا بسكوت، يعني مش هالطريقة المعقدة. عرفتوا كيف؟ طريقتها كتير سهلة. حطينا كمان ملعقتين طعام حليب. صرت حاطة 6 معالق طعام حليب. هلأ بعجنهم بإيدي. بسم الله.
طريقتهم كتير سريعه وبتعجب الاولاد كتير، والضيافه عن جد كتير روعه. اعجنهم بالايد. صار عندي عجينه متماسكه بهذا الشكل. هلا بدنا نكفي الطريقه، بحطهم على جنب. هلا عندي هيدي الكرتونه، كرتونه البيض ما بنرميها، بنستخدمها. طريقتها كتير سهله، بدي اعمل لكم طريقه مختلفه وجديده، هلا بتشوفوها كيف. اول شيء بغلفها بنايلون، غلفتها بنايلون شي بسيط. هلا عفكرة عملت كمية كتير صغيرة، اللي بده بضاعف الكمية. انا عطول مثل ما بقلكم بعمل كمية صغيرة. اوكي، عملت الكرة بهيدا الشكل. بهيدي الطريقة يعني بدون ما اتعذب واعملها باصبعي، واذا ضفير وهالاشياء هيك دغري عملتها كرة. بس بهيدي الطريقة بحط بقلبها حبة بندق، رح احط حبتين منسكرة. شفتوا ما اسهلها؟ كتير كتير سهلة. هلا بحطهم بصحن. مثل ما قلت لكم انا بعمل عطول كميات كتير صغيرة، عشان هيك اللي بده بضاعف الكمية. نفس الشيء عملتها بهيدي الطريقة كمان، بكبس عليها طلع عنا هيدا الشكل. حط بندق، اروع من هيك واسهل من هيك طريقة ما في. طريقة كتير مختلفة وجديدة، والعجينة ما بتلزق ولا شيء ابدا مثل ما شايفين. كمان ممكن اذا بدنا اياها تكون كتير صغيرة، مثلا هيدي الكرة كتير صغيرة، بنزغر العجينة. نفس الشيء بس بزغر شوي العجينة. شفتوا كيف؟ وبحط حبة بندق، وبحط اثنين، وحدة بس. بضغط عليها هيدا شكل. هيدي اصغر من هوليكي، فينا نعمل اي حجم نحنا منا اياه. يعني مش هالطريقة المعقدة، عرفتوا كيف؟ انتو حسب الطريقة اللي بتحبوها بتعملوها. نفس الشيء حبتين بندق رح حط، وفينا نحط كمان ثلاث حبات، انتو مثل ما بتحبوا. ممكن نخلط مثلا بندق، لوز، جوز، فستق، حلبي، انتو مثل ما بتحبوا تخلطوا حطوا اللي بدكم اياه. وعلى فكره فيكم تحطوا كمان هيدا فواكه مجففه، بتطلع كتير كتير طيبه. جربوها للطريقه، عن جد كتير روعه. شفتوا شو سهل الطريقه؟ هيدا فيديو كتير جديد على اليوتيوب وما حدا عامله، فكره كتير جديده ورائعه. بعد ما خلصت الكرات بدنا نغطهم بالشوكولا، بدنا نغطي فيهم هيدول الكرات اللي عملتهم انا وياكم. كمان اذا بدنا ممكن نغطهم بفستق حلبي، جوز الهند، اي شيء متوفر عنا. يعني انا عم بعمل لكم طرق كتير سهله. الشغل الاشياء اللي مش موجوده عندكم ممكن تستبدلوا باي شيء متوفر عندكم، عرفتوا كيف؟ بغطى بالشوكولا بهيدا الشكل وبنحطها بالصحن. إذا ملاحظين العجينة مثلا عملت لكم إياها كتير سهلة، إذا طلعت رخوة بتزيدوا بسكوت والحشوي وكل شيء. عم بعمل طرق يكون عندكم عدة خيارات فيها، يعني مش أشياء معقدة. هولي الكرات اللي عملتهم أنا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة، عن جد كتير روعة وأسهل من هيك ما في.
طريقة جدا رائعة، وبتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا في صفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.